ركراكي المدير الفني لنادي الوداد قبل لقاء يوم الاثنين القادم، ونشوف الفرق ما بين بيتسو موسيماني ووليد الركراكي. بيتسو موسيماني متولي المهمه من 2 اكتوبر 2020 اما وليد الركراكي 10 اغسطس 20 يعني 21، وبالتالي بيتسو موسيماني هنا اكثر استقرارا، يعتبر بقاله سنتين. بيتسو موسيماني لعب 96 ماتش من غير طبعا الخمس ماتشات بتوع كاس الرابطه اللي هي كانت البطوله تعتبر مش رسميه قوي. كسب 65 ماتش من 96 بنسبه فوز 67.7. اما وليد الركراكي لعب 38 ماتش كسب 26 بنسبه فوز 68%، التعادل 22 7، الخساره 9 5. طبعا ارقام بيتسو موسيماني اكبر لان هو لعب 96 ماتش اكتر، ولعب يعني بطولتين ولعب كاس عالم انديه في مواجهات اتنين، اخد اتنين كاس عالم واخد اتنين دوري ابطال افريقيا واخد اتنين سوبر افريقي، ارقامه يعني عاليه جدا. نيجي نبص بس على ارقام اللي هي احرز اهداف 199، معدل تسجيل الاهداف مع بيتسو موسيماني اكتر من هدفين. كمل بس المقارنه، هات الجزء الثاني. يعني النادي الاهلي بيسجل اكتر من هدفين مع موسيماني، اما وليد الركراكي النادي الوداد بيسجل معاه 1.8، يعني لسه الاهلي هجوميا اعلى مع موسيماني بيسجل اكتر. نيجي بقى للاستقبال الاهداف، هم كملوا الارقام اهي. استقبال الاهداف، ركز في حته معدل استقبال الاهداف، النادي الاهلي في الماتش الواحد بيستقبل 8.10 هدف، اما الوداد 7.10. اذا الارقام بتقول لك ان بيتسو موسيماني عقليته هجوميه اكتر مع النادي الاهلي، بيبحث عن الفوز اكتر، بيبحث عن تسجيل الاهداف. اما عقليه وليد الركراكي عقليه دفاعيه اكتر، بيعتمد على التنظيم الدفاعي والدفاع المتكتل وبيعتمد على الهجمات المرتدة، عشان كده هتلاقي أرقامه الدفاعية كويسة. لكن اللقاء القادم يعني برضو هو بطولة من مباراة واحدة، فلازم برضو كل مدرب يعني ليها حسابات خاصة. زي ما بقول كابتن حشيش، كابتن حشيش المباراة القادمة بداية المباراة مهمة جدا، أكيد أول أكيد. 15 دقيقة إزاي امتصاص حماس الجمهور، حماس فريق الوداد، ازاي النادي الاهلي يتعامل مع كل يعني بدايه المباراه خاصه اول 15 دقيقه. بص يا اسامه، يعني اهم حاجه في المباراه زي ما انت قلت في البدايه هو الاعداد النفسي. يمكن الاعداد النفسي في المباراه دي اهم من الاعداد البدني. انت بتوصل اللعيبه، لو هنتكلم عن الاعداد البدني، بتوصل اللعيبه ليوم المباراه ان هم يكونوا في احسن حاله ليهم، بدون ارهاق بدون تعب. الفترة مش هتزود اللياقة البدنية أو المردود البدني بتاع اللعيبة. إنما أهم حاجة المباراة دي أول نهائي يبقى فيه قبليه صراعات وملابسات كتيرة جدا جدا اللي كلنا عارفينها، اللي مش عايزين نخوض فيها تاني، اللي هي طبعا نتيجة لقرارات الاتحاد الأفريقي. فالنهائي ده مختلف عن أي نهائي. طبعا أهم حاجة في الموضوع ان الجهاز الفني اكيد، وده عمله اكيد يعني، وبيكملوا لغايه المباراه، انه يبعد ان اللعيبه عن اي حاجات سمعوها او حصلت قبل المباراه. واخرها واهمها هي موضوع الجماهير. النادي الاهلي عنده من الخبرات ومن اللعيبه اصحاب الخبرات والاعمار الكبيره اللي هي خاضت تجارب قبل كده كثيره جدا جدا في مثل هذه الاجواء واصعب منها، حته الجماهير انه يلعب خارج ارضه في وسط جماهير كبيره وفي وسط جماهير صعبه جدا متحمسه. كان اخرها لقاء الاهلي والرجاء المغربي. بالظبط كده، وطبعا جمهور الرجاء لا يقل عن جمهور طبعا الوداد. ونفس الحب والانتماء والحماس. انما اهم حاجه في المباراه طبعا هو ضبط النفس بالنسبه للعيبه. دايما اول 10 دقائق او ربع ساعه في اي مباراه، وخصوصا المباريات الحساسه النهائيات، هي اول ربع ساعه بالنسبه للفريق اللي انت بتلعب على ارضه. لان اي فريق الف به الكوره احمد ان هو يستغل الجمهور الكبير اللي بيجي يشجعه والحماس ولعبه كمان شمال افريقيا كله بيجيد الحاجات الثابته والكور العكسيه والكور صح. كمان اللي بتتلعب بالراس بيبقى اسامه صعب الحكم يقدر يرصد فيها المخالفات. هنتكلم عن الكرات الثابته، لكن عندنا تاني مقارنه دكتور ثابت بين اليو ديانج لاعب الاهلي ويحيى جبران لاعب الوداد، ودايما معركه خط الوسط بتكون مباراه تانيه.
طبعا اهم حاجه في المباراه النهائيه دي اللي بيكسب معركه وسط الملعب هو اللي بيفوز بالمباراه. طبعا دي مهمه جدا. قول لنا ابرز ارقام اليو ديانج ويحيى جبران. اليو ديانج ويحيى جبران بيعتبر افضل لاعب في الوداد في البطوله مع اشرف داري. يحيى جبران اليو ديانج لعب 10 مباريات. يحيى جبران هو كابتن الفريق صح؟ اه كابتن فريق الوداد. ويحيى جبران لعب 9 مشاركات. احراز الاهداف يحيى جبران جايب 4 اهداف منهم ضربتين جزاء. هو هداف الفرقه كمان. رغم ان هو ارتكاز دفاعي. صناعه الفرص ديانج اكتر 6 فرص، يحيى جبران 4. التمريرات الطوليه يحيى جبران عامل 52 تمريره طوليه صحيحه، اما اليو ديانج عامل 30. وده اللي بنقول عليه ان اليو ديانج محتاج يحيى جبران محتاج ان انت تضغط عليه من بدري عشان تمنع بناء الهجمه. مهم جدا ان انت تضغط على يحيى جبران عشان تمنع بناء الهجمه هو واشرف داري. عايز اسالك سؤال في الجزئيه دي. اللي ما اتفرجش على يحيى وشايف ان هو جاب 4 اهداف في المقابل ان اليو دانج ما جابش اهداف، والاثنين بيلعبوا في نفس المركز اللي هو ديفندر، فممكن الاربع اهداف دي نعرف عن طريق ايه؟ هل كور ثابته بيطلع بيشترك فيها ولا ضربات جزاء ولا تسديد من خارج منطقه الجزاء؟ هو اهم لاعب عندهم، هو المتخصص الاول في ركلات الجزاء. تمام. وليه طريقه معينه كده في ركلات الجزاء. هو ليه طريقه معينه فيها يعني. تمام. الحاجه الثانيه ان هو بيشوط من بره منطقه الجزاء بشكل كويس جدا. كويس. وجاب هدف برده في نادي الزمالك ضربه جزاء، والهدف الثاني في نادي الزمالك بيكمل جوه المنطقه. كويس. فهو لعيب مميز في حته الزياده في التحضير، مهم جدا ان انت تضغط عليه. ليه؟ لان الوداد بيلعب 4-1-4-1 4-3-3. تمام. اللي هو يحيى جبران قدام الاربعه الارتكاز، فانت لما بتضغط الوحيد ده فانت لما بتضغط عليه هتعمل لهم مشاكل كتير، عمليه الضغط على يحيى جبران. النقطه الثانيه يا كابتن حشيش، لاعبي الوداد مميزين في الكرات الثابته، وانت راجل مدافع النهارده. تمام. يعني كلمه منك لمدافعين النادي الاهلي في الكرات الثابته سواء ركنيه او كرات ثابته من خارج ال 18، ازاي لاعبي النادي الاهلي يتمركزوا فيها؟ والرقابه مهمه جدا، وخاصه كمان برضو عشان الفار ما يبقاش فيه تهور، ما فيش ماسك. هم حاجتين يا اسامه. اي كره جانبيه لازم ابعد عن الجون بتاعي بالقدر الكافي، ما بقاش قريب، لان لما ببقى قريب انا من حارس المرمى بتاعي بيبقى في مشكلتين. اي لمسه من اي حد ممكن تخش في الجون لو كره سريعه، او انا كمان ما بديش فرصه لحارس المرمى بتاعي ان هو يتحرك في الحته الفاضيه دي، فانا اقدر اطلع، كل الفرقه تقدر تطلع قدام شويه، تدي مساحه للشناوي، تدي مساحه للشناوي ان هو يطلع، وفي نفس الوقت الكره لو حد في الفرقه الثانيه لعبها بيكون على مسافه يقدر الشناوي يتعامل معاه. ثالث حاجه وهي الاهم، ان مفيش حد في الكور الثابته بالتحديد طالما بلاعب ناس بتجيد ضربات الراس، ان انا كل واحد يتكل على الثاني في الرقابه. والحاجه الاخيره اللي عايز اقولها، لازم تروح للكوره، ما تستناش الكوره انها تروح لك، لان الراجل اللي بيجيد انه يلعب بدماغه دايما بيسرق الراجل اللي قدامه، بيروح قبله يلطش الكوره زي ما احنا بنسميها بيلطش الكوره. فانت لازم تبقى انت مامن كل واحد معاه الراجل بتاعه اللي ماسكه، وما يعتمدش على الاخر ان هو مثلا اقرب او كده. لازم هو يروح للناحيه اللي جايه منها الكوره يقدر يطلعها. معانا بعض الحالات لو نجيبها تاكيدا لكلام طبعا. انا عايز اروح للمقارنات. مقارنات مهمه جدا. تمام. دكتور ثابت، انه عندنا مقارنه علي معلول ويحيى ويحيى عطيه الله، وكمان يحيى عطيه الله اسمه انضم للمنتخب المغربي كمان في القائمه الاخيره. طبعا. برضو يعني مفاتيح اللعب الاثنين ممتازين. يعني علي معلول بيقدم بطوله ممتازه، ويحيى عطيه الله ده مفتاح لعب. يحيى عطيه الله هو اللي بيعمل الاوفرات كلها في الضربات الثابته، ولكن بصراحه علي معلول بيتفوق في الارقام بكتير ابرز جداً. ارقام الاثنين، بص الفرق في الارقام. اول حاجه الاثنين، علي معلول لعب 9 مشاركات، يحيى عطيه الله لعب 10 مشاركات. تعال بص على الاسيست، الاثنين متساويين. بص بقى على صناعه الفرص، معلول اكتر لاعب في البطوله صانع فرص، 22 فرصه، رقم كبير، رقم كبير جدا. يحيى عطيه الله 11 فرصه، اكتر لاعب في الوداد المغربي صانع فرص. لكن معلول الضعف، يعني ارقام معلول في صناعه الفرص ضعف يحيى عطيه الله. عايز بس برضو اقف قدام النقطه دي. النهارده علي معلول واحنا بنتكلم عن صناعه فرص لزملائه 22 واكبر، بيتوجب النهارده من خط وسط النادي الاهلي، وهو بيهاجم لازم حد يامنه عشان نقفل الحته دي، خاصة مع تحركات بديع اوك في ظهر علي معلول، اللي هو اللي احنا اتفرجنا على المباراة الأخيرة مع الوداد. أيوة. كان رجع لمستواه وعامل شكل كويس جدا. فمهم جدا ان لازم حد يكون من وسط الملعب يغطي علي معلول، خاصة لما يزيد، لان هم هيلعبوا على الحتة دي. نيجي بقى انت برضه احمد، بس هنكملها دي. يعني اتسألت السؤال ده برضه في استوديو قبل كده،
الاثنين المساكين. احنا بنتكلم على ياسر ابراهيم ان شاء الله اساسي، ومحمد عبد المنعم على حسب اذا كان موجود وكويس هيلعب، ما كانش المفاضله بين اثنين. ربيعه ايمن اشرف دلوقتي يا كابتن حشيش يا دكتور ثابت، ده تحرك حافله الفريق دلوقتي لملعب التدريب على الهواء مباشره على قناه الاهلي. تمام، معانا تحرك النادي الاهلي هنا، يعني بنطمن كل جمهورنا وبننقل دايما كل حاجه لحظه بلحظه. طبعا التدريب نفسه مقفول، محدش يعرف مين التشكيل، مستر موسيماني هيشتغل ازاي فني، لكن بنطمن الجمهور على المعنويات، على روح الفريق، على كل موسيماني. موسيماني عنده حلول كتير قوي، عنده كذا طريقه لعب. يعني انت لو مدرب الوداد هتحتار هو هيلعبني بايه؟ هيلعب بثلاثه ولا هيلعب باثنين ولا هيلعب 4-4-2؟ في حلول كتير عند موسيماني. ممكن ابدا بحاجه واغير. ممكن الوداد يفاجئنا دكتور ثابت ولا بالشكل المعتاد بتاعه 4-1-4-1؟ الوداد معلومات، يعني الوداد ان هم هيلعبوا بنفس الطريقه 4-1-4-1 بنسبه 99%، ولكن في التمارين الاخيره هو بدا يجرب محمد رحيم اللي هو المدافع بتاع الوداد. ايوه، بيسخنه يعني، بيجهزه في مباراه الوداد ان هو تحسبا ان هو لا قدر الله لو الوداد سجل هدف ممكن يامن بمدافع ثالث، يعني نشوف محمد رحيم واشرف داري وامين فرحان يلعب قدام المساكين، يبقى ثلاثه، يعني يبقى خمسه ورا. بدل ما تبقى 4-1-4-1 تبقى 5-4-1 بدخول مساك ثالث اللي هو محمد رحيم مع اشرف داري مع امين فرحان، يبقوا الثلاثه ورا بحيث ان هو يقفلها خالص على النادي الاهلي دفاعيا. ده اللي بيفكر فيه وليد الركراكي، وده السيناريو اللي في دماغه حاليا. هو اعتقد ان هو دي الاوراق، هو من اول البطوله طريقته ثابته اللي هي 4-3-3. بعض الناس بتقول 4-3 او 4-1-4-1. دي كره قدم وارد فيها لا قدر الله يدخل النادي الاهلي في مرمى هدف، زي ما شفنا في مباراه الرجاء في اول خمس دقائق هدف. النادي الاهلي ازاي يتعامل نفسيا داخل المباراه؟ مش هقول لك فنيا، على الاقل نفسيا. انا وجهه نظري ان لازم موسيماني يكون مهيئ اللعيبه ان انت لكل السيناريوهات. انت لو جبت جون بدري ايه اللي هيحصل؟ لو دخل فيك جون بدري ايه اللي هيحصل؟ لازم يتكلم معاهم في كده. بس انا بفضل، انا بميل بصراحه كابتن اسامه للثلاثه ارتكاز زي ما عملنا في مباراه الرجاء اللي هي حمدي فتحي وديانج والسوليه. ليه؟ لان تديك امان. لو دخل فيك جون ممكن تقوم مرجع حمدي فتحي ما بين الاثنين المساكين، وتقدر تطير الباكات اللي هم مثلا اي الظهير الايمن والظهير الايسر ويعملوا العرضيات وتقدر تخترق، فبتديك امان شويه. يعني انا بشوف ان في كذا سيناريو ممكن في فكر موسيماني على حسب هو هياخد حذر مثلا. بس انا شايف ان ثلاثة ارتكاز مدياك كذا ميزه. هي دي هتمشي كمان يا احمد مع مع بدايه المباراه. يعني دي مع بدايه المباراه. على فكره الثلاثه دولت زي ما انت بتقول ممكن يتغيروا بعد كده، واخد بالك، بعد ما تمتص الحماس اللي هو في البدايه. ودي حته مهمه جدا جدا انك تدي، يعني مش لازم هتنزل حد طبعا، هيبقى التغيير بدري لان تحسبا انت عارف دي ممكن توصل لوقت اضافي وضربات جزاء، فانت التغييرات هتبقى بحساب وهتبقى في توقيتاتها. انما ممكن تغير توظيف بعض الناس اللي موجوده، يعني زي ما انت بتقول داخل الملعب. زي ما انت بتقول لو لعب بثلاثة ديفندرات بعد كده ممكن يخلي مثلا في تحرر شويه لعمرو السوليه في التكمله، ودي هتبقى مهمه جدا جدا وخصوصا لما تبتدي انت تستحوذ على الكوره. يعني ده تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب التدريب، وهنا بننقل لحضراتكم تحرك فريق النادي الأهلي لحظة بلحظة. دور كباتن فرقة مهم جدا في المباريات الحاسمة، المباريات الصعبة اللي فيها ضغط عصبي داخل الملعب. احنا بنقول عندك مدير فني خارج الخطوط، لكن عندك كذا مدير فني جوه الملعب. ازاي النهاردة أهدي اللعيبة في وقت من الأوقات؟ ازاي أستنفر قوى اللعيبة في وقت من الأوقات؟ ازاي اكلم اللعيبه؟ وبنشوف الدور ده بيعمله كمان انت عندك عمرو السوليه، وليد سليمان، محمد الشناوي، وليد سليمان، علي معلول، واحد يعني كابتن. انت عندك اسامه تونس منتخب دايما تونس. اي فرقه في الدنيا بيبقى فيها ناس خبرات وفي ناس لسه شباب برضو عندهم الخبرات قليله شويه، ما لعبوش الاجواء دي كتير، وفي ناس لعبت. فدور الناس اللي لعبت وكباتن الفرقه، والحمد لله ان هم متوزعين على خطوط المباراه كلها، زي الشناوي طبعا بيكلم الناس اللي قدامه كلهم، عندك علي معلول موجود، رامي ربيعه لو لعب سليمان. كابتن محمد ده هو لاعب ست نهايات قبل كده طبعًا. ده السابع وليد سليمان. وليد سليمان ده سبع نهايات. طب تعالوا نشوف مقارنه تانية ويشارك فيها معايا كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، مقارنه بين محمد الشناوي واحمد رضا التكناوتي، ده حارس مرمى. كابتن محمد حشيش قال نقطه حلوه قوي في حراسه المرمى، ان انت بتقابل فرقه ممتازه في الضربات الثابته محتاج الحارس المرمى بتاعك لازم يريحك في العرضيات دي. مهمه جدا. وبكره
الحارس اللي هيبقى يوم الاثنين الحارس اللي هيبقى فايق هيفرق كتير مع فرقته. طبعا هيفرق مع فرقته. قول لي بقى دكتور ثابت كابتن حشيش اشترك معانا المقارنه في الارقام ما بين الشناوي والتكناوتي. تمام اتفضل يا كابتن. السن اتفضل يا احمد. لو سن طبعا الشناوي 33 احمد رضا 26 فرق 7 سنين. سبع سنين خبرات خبرات ونهائيات كتيره بطولات كتيره كاس عالم. فده طبعا مدي الافضليه طبعا للشناوي بلا جدال. يعني عدد المشاركات 9 و10 بطوله السنه دي يعني يكاد يكونوا الاثنين تقريبا متساويين. التصديات 1.8 وهنا 2.3 برضو يعني التصديات لاحمد رضا ممكن يكون دايما الوداد مضغوط في اكثر في يعني في غالبيه المباريات واخد دايما مضغوط واضح طبعا من التصديات. ما هو زي ما قال الدكتور ثابت ان الوداد وليد الركراكي بيعتمد على واحد دفاعي اكتر برضه في بعض اللقاءات الاخيره. مش معنى برضه ان الارقام مثلا بتاعه التجناوتي يعني انا بشوف ان التجناوتي اصلا نقطه ضعف من وجهه نظري في التسديدات يعني مش معنى ان ارقامه هو خلي بالك انت بتقول دلوقتي نقطه ضعف وتلاقيه من الماتش ما شاء الله ما طبعا بس هو لا هو التجناوتي ده خلي بالك بقول لك ايه خبره انا عارف ده هايل ايوه سد عالي عشان عايزين يقلب لنا بوفون ولا ده ما بيفوتش حاجه بس هي هو عامل بطوله عايزين يوم المباراه عايزين وهريدي ما عندناش مشكله هو عامل بطوله كويسه. النسبه دي غير عادله بتاع نجاحه في التصديات لان اكيد ده عشان التصديات كتير هنا قوي عشان التصديات كتير بس هي فكره ان هو بصراحه برضو عامل بطوله كويسه احمد رضا التجناوتي يستحق التحيه عليها ولكن محمد الشناوي خبراته اعلى بكتير طبعا بيديك الشناوي كمان في العرضيات مسته ان شاء الله يريحنا كتير باذن الله في العرضيات ولو المباراه وصلت ركلات الترجيح هيبقى الشناوي ليه دور مهم لازم يكون برضو مهيئ نفسنا لكل الظروف يعني الممكنه. عندنا مقارنه ثانيه بين الاهلي والوداد منذ بدايه دور المجموعات في دوري الابطال نستعرضها برضو يعني والكابتن حشيش في الارقام بقى بتبين نشوف ابرز الارقام بين الاهلي والوداد. النادي الاهلي طبعا الفرقتين لعبوا من بدايه دور المجموعات 10 ماتشات نادي الوداد كسب 7 النادي الاهلي كسب 5 بالنسبه للخساره النادي الاهلي خسر مرتين اللي هي كانوا قدام سان داونز ونادي الوداد خسر مباراه واحده. احرز اهداف النادي الاهلي 16 نادي الوداد 20 جون لاستقبال الاهداف 9 هم 7 الشباك النظيفه 3 4 تعال بقى على الارقام صناعه الفرص النادي الاهلي صنع 22 فرصه اما الوداد صنع 16 فرصه. نسبه الاستحواذ هي يا كابتن محمد بتاعت النادي الاهلي كام 57% اما الوداد 44% دليل ان هم بيسيبوا الكره للخصم دايما بيتكتلوا ورا وبيعتمدوا على الهجمه المرتده على المساحات والضربات الثابته طبعا. التمريرات الصحيحه النادي الاهلي بيعمل تمريرات كتير 443 في الماتش الوداد بيعمل 288 دي متعلقه يا احمد بالاستحواذ برضه طبعا. تمريراته الطوليه 28 الوداد 23 في الماتش الواحد متوسط العرضيات 3.7 النادي الاهلي هم 3.2 تعالى برضه على متوسط المحاولات مهم قوي 13.6 يعني النادي الاهلي بيعمل 14 محاوله في الماتش هم بيعملوا 10.8 11 محاوله في الماتش تعالى على اهم حاجه بقى الضربات الركنيه بص نسبه حصول الوداد رغم ان هم ما بيهاجموش الا ان هم بياخدوا ضربات ركنيه اكتر مننا خلي بالك الضربات الركنيه عندهم الكرات الثابته بتمثل خطوره كبيره معانا حالات في الصور لو استعرضنا بعض الحالات كده للضربات الركنيه هتلاقي طب عندنا الحالات يا دكروري بعض الصور كده هتلاقي ان هي في الضربات الركنيه دايما ليهم هم تكتيك معين فيها والضربات الثابته عندهم كذا لاعب بيشوط الضربات الثابته من مسافات برضو جايبين يعني هم حوالي 9 اهداف من 20 هدف اللي احنا اتكلمنا عليهم من ضربات ركنيه وضربات ثابته وضربات جزاء فالفرقه دي بتعتمد دايما على التفاصيل الصغيره ده برضو تحرك يعني حافله النادي الاهلي الى ملعب التدريب في كازابلانكا وزي ما بقول لحضراتكم دايما يعني كل تحركات النادي الاهلي في المغرب هتلاقوها هنا عندنا في قناه الاهلي لحظه بلحظه. عندنا توقيت تسجيل الاهداف في مقارنه برضو توقيت تسجيل الاهداف والارقام دايما ما بتكذبش ايه الوقت اللي ممكن يعني الوداد بيستنفر فيه قوته عشان يحرز الاهداف فلازم لعيبه النادي الاهلي طبعا احنا محتاجين التركيز طوال 90 دقيقة طبعًا. في المباريات دي ما ينفعش ان انا في مؤشرات لكن في اوقات مهمة جدا يعني من الارقام لازم يبقى تركيزنا اعلى فيها طبعًا. في مؤشرات بتديك يعني الوداد مسجل 20 هدف من بداية دور المجموعات اول ربع ساعة سجلوا هدف واحد بس ده اول 15 دقيقة ال 15 دقيقة الثانية 4 اهداف الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول 4 اهداف طب ايه الفترة الذهبية بتاعتهم؟ بداية الشوط الثاني
دليل ان المدرب بتاعهم بيديهم تعليمات، بيديهم بيجدد، بيتعامل معاهم نفسيا بشكل كويس جدا، ربما يكون بيعمل بعض التغييرات برضو اللي بتفرق في بدايه الشوط الثاني. مسجلين 5 أهداف في اول ربع ساعه من الشوط الثاني. كنت عايز اعرف يا احمد برضو هنا مهمه قوي، القصه دي بالنسبه للداخل والخارج ولا الداخل والخارج؟ يعني هم يعني خارج ملعبهم نفس الاثنين القصه ولا خارج؟ يعني هو احرازوا الاهداف اكتر فتره في الشوط الثاني اللي هو اول ربع ساعه ده دايما على الارض ولا بره ارضه؟ الاثنين، بس خارج ملعبه اكتر. ليه؟ بس خارج ملعبه اكتر. لان نادي الزمالك هم جابوا جون في نادي الزمالك. أيوة. في القاهره، هنا في استاد القاهره. في بدايه الشوط الثاني يحيى جبران من ضربه جزاء. تمام. في مباراه شباب بلوزداد اللي هي كانت في الجزائر انتهت 1-0 للوداد، الجون جه في بدايه الشوط الثاني. ايوه. فبرضه بيبقى يعني في المباريات اللي هي بتبقى اكتر خارج ملعبهم. ملعبهم. بس تحديدا دي الفتره الذهبيه ليهم اللي هي من الدقيقه 45 للدقيقه 60 جايبين فيها 5 أهداف، بعد كده من 60 ل 75 3 أهداف، بعد كده اخر ربع ساعه 3 أهداف. اذا الفتره الذهبيه للوداد نهايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني، دي الفتره اللي بيسجلوا فيها او الفتره المحببه ليهم. تمام. اما الاستقبال، الفتره اللي بيستقبلوا فيها اهداف اكتر هتلاقي ان هم يعني اول نص ساعه واخر نص ساعه. اول نص ساعه مستقبلين 3 أهداف. 3 أهداف اول نص ساعه. واخر نص ساعه 3 أهداف مستقبلين 3 أهداف. فدي الفترة اللي دايما بيستقبلوا فيها الأهداف فرقة الوداد المغربي. دايما المباريات دي يا كابتن حشيش يعني دكة البدلاء ممكن يبقى ليها دور كبير. مهمة جدا جدا، لأن في بعض الأحيان في المباريات الصعبة اللي النهائيات دي بتبقى الأهداف عزيزة شوية قليلة، يعني الماتشات دي بتخلص بفرق بسيط في الأهداف، وبتبقى في الغالب برضو نفسها طويل، اللي عنده نفس طويل في المباراة. فبالتالي لازم يكون عندك نفس طويل. النفس الطويل ده بيجي لك من ايه؟ من التغييرات بتاعتك ومن الكروت القويه واللعيبه المتميزه اللي بتبقى عندك او على دكه الاحتياط، قوه الدكه عندك ممكن تنزل تعمل الفارق يعني. بتمنى من النادي الاهلي ايا كان الاختيارات، كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه مستعده، كل اللعيبه تبقى في حالتها، حتى لو في بعض اللعيبه في البدايات ما كانتش في حالتها، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هو دور اللعيبه وكباتن الفرقه الخبره انه يفوقوا ودايما يذكروا بالتحدي وبالهدف اللي النادي الاهلي عايزه. اتمنى ان شاء الله باذن الله بعد الاحداث المؤسفه اللي حصلت قبل النهائي ده من لغط كتير، ان شاء الله باذن الله اللعيبه تبقى من جواها حاسه ان شاء الله ان ربنا هيبقى معاها والتوفيق هيبقى معاها، وان شاء الله يحققوا حلم كبير لكل المصريين وللنادي الاهلي ولنفسهم، يعملوا ريكورد ما حصلش. واتمنى باذن الله يا رب يوم الاثنين كده بالليل كل مصر تفرح يعني. ان شاء الله. دكتور ثابت، زي ما كابتن حشيش قال الدكه مهمه جدا، برضو لو رايه الرابحه عند الوداد اللي ممكن يعني يستخدمها وليد الركراكي، بنشوف الدوري الانجليزي في اخر 5 دقائق لاعب من على دكه البدلاء هو اللي بيحسم الدوري الانجليزي لمانشستر سيتي. هو عنده يعني ابرز اللعيبه اللي موجوده في الوداد في الدكه. لو بصينا على الدكه بالنسبه للتغييرات الدفاعيه، هو دي حافله النادي الاهلي ووصولها الى ملعب التدريب. تمام. وصول حافله النادي الاهلي الى ملعب التدريب حالا دلوقتي، كل حاجه هنا هتلاقوها مباشر على قناه الاهلي لحظه بلحظه. اتفضل يا دكتور. هو بالنسبه للوداد المغربي تغييراته مش هتخرج برضو، احنا قلنا طريقه اللعب، التغييرات بتاعته